واش ما يجيش شي عمل يلقاو فيه نصر الموسيقي الممثل شي عمل واحد يقول لي نهار تجي تبدا سد ودنيك وسد عينيك وسمع لقلبك ولعقلك. واش نقدروا نقولوا بان لا توش ارتستيك ديال حسن ميغري ساكنه نصر ميغري هي اللي خلاتك انك يعني حامل مشعل الاغنيه الميغريه؟ كان حوار الاجيال بيناتنا واخا كانت بيناتنا 50 عام ديال الفرق. واش كتحس براسك نصر واخد حقك من المشاركات في المهرجانات داخل ارض الوطن؟ كلمك من دابا سيمانه خصك دير لنا الاغنيه والكليب وكل شيء. واو اون سيمين. خديت ثلاثه ديال الثواني ديال التفكير قلت لهم جو برون. تحية فنية إبداعية لكل مشاهدي ومستمعي ومتتبعي باقة لوديجي ميديا، سعيدة بلقائكم مرة أخرى بين أحضان برنامج رونديفو دي زارتيست. في موعد اليوم كنصادفوا سوبر ستار حاصل على جائزة الورد ميوزيك بامتياز من طرف المجلس الدولي للموسيقى بشراكة مع اليونسكو، وجوائز أخرى وطنية ودولية نتيجة اجتهاده وإنتاجاته الموسيقية المتميزة. في رصيده 6 ألبومات وأكثر من 50 أغنية، مغني، ملحن، موزع وكاتب كلمات، فنان شامل يحمل بقوة مشعل مدرسة فنية فريدة، نمط موسيقي سبق زمانه فقال للزمن ارجع يا زمن، هذه الموسيقى لباقي الزمن، حكاية تألق ونجاح وطني ودولي نرويها مع ضيف برنامج موعد الفنانين السوبر ستار نصر ميغري. سي نصر ميغري مرحبا بك معنا في رونديفو دي زارتيست. نهار كبير هذا. الله يكبر بيك لالا نعيمان وفرحان بزاف. انت راك ولد الدار ماشي براني. ولد الدار، لان المرحوم كان من الناس اللي كيكتبوا جريده لوبينيون، الوالده كذلك، والاغاني ديالك كنت انت من الاوائل اللي الاغاني ديالك دازوا في الراديو وجي راديو. هذا نهار كبير والله. لا دير بكم. الاب ديالي الله يرحمه كان مره كيكتب كوم كريتيك دار، كيكتب على شي موضوع وهنا فين كانت الصحافه المكتوبه او جريده يعني كانت عندها واحد القيمه كبيره، كانت اضافه الى المعلومات اللي كنشوفهم اليوميه كل نهار كانوا كيكونوا بحوث على مواضيع ثقافيه فنيه تاريخيه. فكان الوالد كيتكلف بهذا الجانب، كان هو وبعض الكتاب دي زيكريفان باحثين كانوا كيديروا بعض المرات واحد الصفحه كامله على شي موضوع. اما الام ديالي فكانت اشتغلت ما بين 92 حتى 2000 كانت هي البدايه ديالها في الصحافه. داكشي باش قلنا لك راك انت ولد الدار ماشي براني، كنت كتجي في لي كولوار. انا كنجي في الا وانت اليوم معنا مرحبا بك مره اخرى. شكرا لك نصر. تبارك الله عليك، انت من الشباب المبدعين اللي شقوا طريقهم نحو النجوميه بثبات بالاجتهاد بالتحدي بالخدمه، نيه الخدمه الصحيحه. في الرصيد ديالك 6 ديال لي زالبوم وعندك تقريبا اكثر من 50 اغنيه ما شاء الله عليك، هادشي كله بالمجهودات ديالك، وحصلتي بطبيعه الحال على عده جوائز دوليه، كان اهمها جائزه الورد ميوزيك سنه 2018 اللي تسلمت لك من طرف المجلس الدولي للموسيقى بشراكه مع اليونسكو. جائزه الورد ميوزيك هي تكليف وتشريف. نعم. اذا السي نصر دائما من بعد العمل إنسان كيفرح بالنتيجة طبعاً دائماً، فالفرحة كتكون كبيرة من اللي الجمهور كيتقبل الأعمال ديالك والجمهور كيتقاسم معك واحد المحبة جميلة جداً، وعاد كيزيو الجوائز فهما أنا كاملين كنهديهم للبلد ديالي. نعم. فهما فخر. كتحس بالمسؤولية أكثر من كتسلم شي جائزة نصر؟ معلوم، ماشي بحال في الأول، بحال دابا أول مرة بديت كنغني العام الأول والثاني كنت فرحان نجي ندوز في التلفازة، كنت فرحان نجي نغني ما على باليش كما كيقولوا، ولكن دابا ولات عندي واحد المسؤولية كبيرة، أي خطوة وليت كنديرها وليت نحسبها وندرسها مزيان وهنا فين لو تراك عاد ولا كيجي. كل ما كتزيد المسؤوليه كتكبر عاد كيولي لو تراك داك الخوف من لا نجاح.
هذاك هو لو فري تراك ماشي لو تراك ديال اللي خلانا البوبليك نو ديال انه البرودوي ديالك خصو يكون في واحد القيمه بروفيسيونيل كما يقول وتبقى دائما في لو نيفو اللي كيشوفوك به الجمهور نعم. يا اما يبقى لو ميم نيفو او لا اكثر كتخاف انك تكون نازل شويه كتخاف منها طبعا كتخونك لا تكنيسيتي كتكون الصوت كيقدر يخونك حتى راه حنا بشر يمكن لينا مرض يمكن لينا نعيا يمكن لي نسخف قبل ما نطلع سيغسان وفايت لاطرات ليا هادي الله يخويا لا يجي باع لا يجي باع اوكي ناصر صدرتي عده البومات كان اول البوم سنه 2011 بعنوان في يوم الفرح بعدو يعني من بعد تفتحات الشهيه ديال ناصر وبدا كيدير ديز البوم ديالو بطبيعه الحال بستيل الخاص بك انت لكن الالبوم الاخير الالبوم السادس كان عنده طعم خاص جدا فيه نكهة التكريم فيه الشكر فيه العرفان فيه يعني الامتنان الأب الفنان الأب الإنسان الأب المبدع المتميز سي حسن ميغري رحمه الله ألبوم كان هو لايف من حفل اللي درتيه في مسرح محمد الخامس اللي كان هو واحد سهرة تكريمية لسي حسن ميغري يعني اللي غنيتي فيها روائع وخالدات لن تنسى ابدا حدثنا على هذا الالبوم او على هذه الليله اللي كانت من الف ليله وليله فبصراحه من بعد الرحيل ديال الاب ديالي الله يرحمه كنت دائما عندي الفكره باش ندير له واحد تكريم كبير يعني يكون في شي مسرح ولا في شي قاعه كبيره عندها قيمه عندها تاريخ فالحمد لله كنت مرزاق ولا كيقولوا ياك عندي الزهر مزهر كما يقولوا انه كان المسرح محمد الخامس اللي عنده تاريخ في المغرب وغنوا فيه كاع لي ستار ديال العالم العربي فتما فين درنا له الحفل التكريمي الاول الاول الدوره الاولى نعم وتما فين جاتني الفكره قلت مع راساتي هذه السهره ما خصهاش تمشي غير هكاك ما خصش غير داك الجمهور ولا دوك الاخبار دوز يبقى الاستمتاع دائم بديك السهره نعم يعني خاصنا نصوروها خاصنا نسجلوها وملي صورتها وسجلتها وعجبتني بزاف النتيجه زوينه عجبتني بصراحه جو فيليسيت كاع لي تكنيسيان يخدموا معايا لا في الصوت لا في الاناره لا في ليماج حتى الاخراج نعم اخراج جميل جدا قلت مع راساتي هادي تخرج لنا البوم اوفيسيال رسمي وي. يعني ملي عندنا اون بون كاليتي زوينه والحمد لله انا فرحان بديك النتيجه جو فيليسيت لوركستر انتركولتورال دو ماروك اللي كان جنبي هو لو باند ديالي كان المايسترو حمزه امزكار هو اللي يديريج جو فيليسيت كاع الناس اللي خدموا معايا وتقريبا كانوا شي 100 واحد تقريبا خدموا معايا في ديك السهره ايوا تبارك الله راه باش كتعطي واحد لو برودوي اللي هو زوين ديك لا كاليتي اللي شفناها دونك راه خص 100 وكثر تبارك الله عليكم وانتم راكم درتو كذلك الدوره الثانيه بوجده واللي هي لقات واحد النجاح كبير واخا نصر ذكرنا ان اول البوم درتيه صدرتيه هو في 2011 بعنوان في يوم الفرح كيفاش جات الفكره يعني باش ديال الاصدار ديال اول عمل ديالك وشكون عاونك سواء في الانتاج في التوزيع يعني في الموسيقى وشكون يعطيك الباور باش دير هاد اول منتوج ديالك اول حاجه نهضر على الباور الباور جات من عند الاب ديالي با حسن با حسن كان دائما باش كنت حيت في ديك الوقيته في ديك الفتره كنت كنقرا وكنغني حتى للصيف فهمتي دونك العام كامل راني قريت بون دوز مورا الباك دوزنا لانستيتو سبيسياليزي دو سينما اي دو فيزوال في الرباط من بعد مشيت قريت في لا فاكولتي عبد الملك السعدي قريت سينما في مختيل ومن بعد رجعت الرباط سنوات من بعد كنت قريت الاجازه المهنيه في الموسيقى حتى هي في الفاكولتي محمد الخامس ففي ديك الفتره الاوليه في لاكارير يعني اللي كتكلم عليها في الالبوم الاول هذاك كنت باش كنغني في الصيف كان الاب ديالي اش كيدير كيقول لي داك الكاشي ديالك كامل خذ منه غير واحد الفلوس بساط سافر بهم تمتع بهم ولكن الاخر دير به الانتاج يعني كان كيوجهني يقول لي راه ما كاينش حنا ما عندناش عول على راسك ما عندناش شركه الانتاج الا بغيتي تفرض راسك وتدخل الساحه الفنيه وتكتب المسيره ديالك تبدا تصايبها راه خاصك تبدا تنتج راسك ومن ثم بدات وليت
وليت منتج. أول على راسك راه ضروري، إذا ما درتيش بحال هكا راه تلقى راسك ما عندك حتى شي أغنية. وصلنا لستة د لي زالبوم، وصلنا ل 15 كليب، وصلنا بزاف د الإنجازات الحمد لله بهاد الفكرة هادي. حيت كون بقيت كنقول لا وكنتشكى وكنقول لا راه كاين القرصانة، لا راه كاين ما كاينش لي ميزون دو ديسك، ما كاينش هيكلة، ما كاين، ما كنت ندير والو. ما دير والو طبعا. كنت نبقى غير جالس عندي شي جوج ثلاثة الأغاني يمكن ولا شي حاجة. ولكن خديت هذا المسار وتبعت الافكار ديال الاب ديالي ولقيت عنده الصح. نعم هو دابا نعم. عند بيت الله وكنشكره على هذا الحمد لله اللي الحمد لله. ناصر كيف قلتي دابا بانك درتي قريتي في السينما، قريتي على السينما، وكذلك تكونتي اكاديميا في الموسيقى. ولكن انت اللي كتشوف ان عندك توجه في الموسيقى اكثر، واش ما يجيش شي عمل اللي لقاو فيه نصر الموسيقي الممثل شي عمل واحد؟ الو درت واحد التجربه جميله جدا مؤخرا مع الاستاذ المخرج نبيل الحلو. كنت مثلت معاه في واحد المسرحيه ديال لو بروسيت سقراط، محاكمه سقراط، وكنت مثلت دور افلاطون. وفي هذه المسرحيه كنت غنيت ومثلت، فتما فين عجبتني المسرح، يعني جرني بزاف ان شاء الله. كنتمنى تكون عندي شيء زوين جميل جدا، اب الفنون، وصعيب بزاف على السينما. لا هو صعيب راه شي انسان باش يتحك في الدومين ديال التمثيل خصو يدوز من المسرح للركح فوق الخشبه. ارى ما عندك لانك كتخدم لايف قدام الجمهور. يعني ماشي انك راه كتصور شي فيلم لاست توب ساتورن عاود كوبي عاود. ما كاينش كوبي، ما كاينش مباشره. شابو لكاع الممثلين المسرحيين المغاربه ديالنا، حيت انا شفت بصراحه العمل ديالهم صعيب بزاف بزاف، وكانت ليا واحد التجربه جميله جدا. غتفيدك، غتفيدني، وغادي ان شاء الله تشوفوا شي حاجه جديده في السينما ان شاء الله. وباش قلت لك انا غتفايدك، لان ملي كنشوف نصر شفت في لي فيديو يعني كيفاش كتحرك سيغ سين، واحد التلقائيه جميله جدا. يعني عاونك المسرح ما شاء الله. كتعجبني لاسين. كتحرك بتلقائيه، كتحس براسك مرتاح وكل شيء، وهذا كيعاونك في الاداء ديالك اكثر واكثر. نرجعوا للانتاجات ديالك وهذا الشيء اللي تيخلي ناصر متميز اكثر في الساحه الفنيه. من بعد الالبوم الاول اللي كان في 2011 كيجي الثاني، الالبوم الثاني في 2014 بعنوان وينك، ما عرفتش شكون هي هذه. ثم البوم ساعه الدور في 2017، هذه راه وينك وساعه دارت. المهم هذا الشيء حكايه هذه. اللي الكليب ديالو تبارك الله وصل الملايين ديال المشاهدات الحمد لله. واش كدير ناصر؟ اللي لاحظت ان كل 3 سنين كدير خطوه للامام لاثبات اسم ديال النصر في الساحه الفنيه. كتعمد دير هذه القضيه كل تقوازه. انا لاحظتها انا هي الصراحه جات تلقائيه، ماشي بروغرامي غير بواحد انتاجات. جات لاحظتها واحد الوقيته وليت كنقول وي كل 3 سنين كنخرج البوم مزيان وتعجبتني، وليت كندير كل 3 سنين كنحاول نخرج انا البوم مزيان. بحال كتفكر كتاخذ وقت انك كتشوف كيفاش كان داك الالبوم، شنو هما الايجابي والسلبي فيه وكتستافد منه. وديك الوقيته كنت بحال كن نقول كل البوم خصو ما يشبهش الاخر طبعا، اذا خصني واحد الفتره ديال النقاهه ياك يقولوا، ولا خصني تامل كان بحال كنعتكف، يعني كنسد على راسي ما كنبقاش نسمع حتى الراديوات والتلفازات والموسيقى. بحال دابا الاخوان الاصدقاء ديالي كيخرجوا اغاني كيقول كيفاش ما سمعتيهاش، كنقول له لا ماشي الغلط ديالك، غلط انا اللي كنسد على راسي. كتبغيش تخربق دماغك بشي حاجه. وهذه كانت نصيحه كان يعطي لي الاب ديالي، كيقول لي نهار تجي تبدا الله يرحمه، يقول لي نهار تجي تبدا سد ودنيك وسد عينيك وسمع لقلبك ولعقلك. وداك الشيء اللي كنت كندير باش وصلت لهاد النتائج الحمد لله. الحمد لله. ألوغ نرجعوا للالبوم الخامس، كان هذا الالبوم جد متميز بعنوان ميغري مانيا اللي دار في 2021 وكان بالتعاون مع الوالد الله يرحمه. كان التعاون بالكلمات والالحان الى غير ذلك. حدثنا على هذا الالبوم. حسن هذا الالبوم هذا كنا كنخدموا عليه هو كان حي ياك. مشى واحد الوقيته مرحل عند الله، وانا ما ضيعتش دوك الاعمال، يعني كاع داكشي اللي كنا خدمناه، اغاني اللي كاين اسماعيليه اسكندريه شي اغاني اخرين مشاو ليا، حيت فيه بزاف الاغاني، فيه شي 10 ولا 12 اغنيه، قلت غادي نخرجهم داكشي كامل اللي كنا خدمناه في لودايا في ديك الدار وهذا
هو كان دائما كان كيكتب لي الاغاني تقريبا 80% ديال الاغاني ديالي كيكتبهم هو. نعم انا كانت عندي الكتابه صعيبه شويه. المهم هو كان كيكتب يبدع اكثر. نعم نعم كان لا عندي صعيبه حتى في الافكار وداكشي كنخرج داكشي الداخلي ديالي يعني كوم اون ثيرابي باش كنجي نكتب كنكتب على با ولا كنكتب على شي حاجه صعيبه ضراتني كنكتب على اجي نتصالحوا با اكزومبل على شي واحد تخاصم معايا وبغيت نتصالح معاه فريمون يعني كنكتب غير على الحقيقه ما كنقدرش نكتب شي سيناريو جديد ديال شي بنت ولا شي حاجه. هو كان عنده هذه الامكانيه انه يخلق قصه ديال الغنيه فهمتي. انا باش كنجي نكتب كنكتب غير حياتي فتعاملت معاه كثير وكان هاد ميغريمانيا يعني بحال الكادو ديالو كانت نتيجة ديال ميغريمانيا سير على مانيغ ميغري يعني بطريقة ميغري. نعم واش نقدروا نقولوا بأن لا توش أرتيستيك ديال حسن ميغري ساكنة نصر ميغري هي اللي خلاتك أنك يعني حامل مشعل الأغنية الميغرية؟ وي كانت واحد القرابة كان حوار الأجيال بيناتنا واخا كانت بيناتنا 50 عام ديال الفرق ولكن كان بيناتنا واحد التقارب واحد المحبة واحد لا كومبليسيتي في لو طرافاي يعني كنا كان سبحان الله داكشي غريب ما عرفتش كيفاش. نعم شي الهي سبحان الله شي كيجي بوحديتو كيجي بوحديتو. نصر واحد النقطه غادي نرجوها لان هي جد مهمه خصوصا الفنانين الشباب. انت رغم الموهبه اللي ربانيه عندك بالفطره مي تعمدتي انك تمشي وتكون راسك اكاديميا بالموسيقى باغ كونتر كنلقاو مجموعه ديال الفنانين لا اقول الكل بعض الفنانين كيقول من كيلقى عنده ديك الموهبه تقول لا داعي نمشي نتكون اكاديميا ما نديرش الموسيقى. شنو هي النصيحه اللي تقدر تعطي لهاد الفنانين كاميرا قدام؟ نعم هذا لا هذا غلط هذا انسان بالعكس هذا كعلم انسان ما خصوش يحقرو ولا غير مؤخرا باش صايبنا لوماج دو مون بير باش كنتعامل مع فرقه كبيره ياك كنتعاملوا بلي بارتيسيون هذيك لغه يعني الا كنتي انت ما قاريش الموسيقى وعندك الموهبه غادي تبان بحال شي كامبو حيت كاين اللي كيقول لك انا ما غاديش نلحن ما دونك انا غير غادي نغني لا داعي باش نتكون موسيقيا عندي الصوت مزيان مزيان عندي الصوت كنغني مزيان سي بيان ولكن انا بالنسبه ليا الا كنت ملحن انا ملحن انت دابا حنت ملحن وي ملحن وكنتعامل مع لي زارونجور كنتعامل مع لي شيف دوركاستر كنتعامل مع الموسيقي ديريكتومون لابد انا اللي بغيت نقصد لانك قلت لك كاين الفنانين اللي غير كيغني ما كيلحنش تقول لك انا عندي الصوت عندي الموهبه عندي الصوت اطرب واسلطن دونك لا داعي باش نقرا الموسيقى باغ كونتر هي مهمه انها تقرا دونك شنو باش تنصحهم؟ عبد الحليم حفيظ راه كان استاذ الموسيقى وي يعني راه انسان ياخذ العبره من الناس اللي فاتونا يعني واخا الموهبه زوين انسان تكون عنده راحه الالحان ما كيقريوهمش في الكونسيرفاتوار طبعا ما كيقريو الناس كيفاش لحنوا ولا كيفاش هذا ولكن واحد العلم كتعرفوا كيفاش القانون ديالو هذيك انا كنصح الناس يقراوها يعني يقدر ولا يبغي يغني ولا تعزفها ليا مثلا على هذا المقام لا ولا الصول ولا اما الا ما كانش قاري الموسيقى راه لا جاتني طايحه لا جاتني طالعه بدل لي لا اوليو باش يعطيه لا نوت جوست كيولي لا هذه طالعه عليا هذه نازله عليا دونك الا فو الا كانت الظروف كتسمح ليه انه يقرا الموسيقى من الاحسن يقراها سينو راه يهبط الكمانجه ودي يلعب فهمتيني ولا سي نورمال فهمتيني ونشدوا لي كونسيرفاتوار الا كنا ما نقراوش الموسيقى لا كونسيرفاتوار جد مهم بيان سور الوغ نصر شاركتي في عده تظاهرات ومهرجانات وطنيه ودوليه كان أهمها مهرجان موازين مهرجان الموسيقى الروحية بفاس مهرجان تيميتار بأكادير مهرجان الراي بوجدة واللي كان هذا المهرجان الحضور كتير تقريبا ما يفوق 200,000 متفرج واش كتحس براسك نصر واحد حقك من المشاركات في المهرجانات داخل أرض الوطن ولا باقي؟ الحمد لله شوف لا بالعكس أنا كنشوف هادشي اللي وصلت ليه كنشكر الله بزاف على هادشي اللي وصلت ليه ولكن الانسان بحال قلتي ديما الشهيه كاينه ديما انسان باغي اكثر كيبغي يطمح الفنان ما كيبغيش يحبس نعم كيبغي يزيد يعني دائما انا كنبغي نتلاقى بالجمهور ديالي يعني الحمد لله خديت حقي ولكن مازال باغي دونك هنا ملي كيكون نصر سيغ سين في شي مهرجان واش كتحس براسك انك واقف على اساس باش توصل الاغنيه الميغريه لهذاك الجمهور لان كانت هي الاغنيه الميغريه سابقه الزمان نعم. دونك باش توصلها لهذا الجيل اللي كاين دابا لان هذا الاغنيه الميغريه راه ديال هذا الوقت ما هي سبقات
دونك واش كتحس براسك عندك هذه المسؤوليه انك توصل لدوك الناس الاغنيه الميغري اللي كانت شحال هذه سابقه الزمان اللي كتوصلها لهم سيغ بلاص؟ على حسب الناس اللي كنغني لهم. باغ اكزومبل الا كنت في المسارح كتكون هذه المهمه هذه كتكون فريمون كنخدموا بلي بارتيسيون كنخدموا واحد لو كونسير ثقافي. ولكن باش كنكون امام جمهور ان غون بوبليك راه كنفكر غير نفرحهم دوك الناس والله بصراحه يعني كنفكر دوك الناس جاوا خرجوا باش يفوجوا كتعطيهم هالاغنيه كندخلوا لهم البهجه والسرور. هذه هي الرساله الاولى فهمتيني حيت كل بوبليك وكيفاش غادي تحاوروا. هادشي اللي بغيت نفسر لك عندنا جوج الانواع ديال البوبليك. كاين البوبليك ديال المسرح لا يبقى ساكت تا كتسالو كيصفق عليك خمسة دقائق هو كيصفق عليك وكاين البوبليك اللي كيبدا معاك ملي بديتي هو كيبدا ينقز عايش اللحظه عايش اللحظه هذاك اكزاكتومون. دونك كنظن داك البوبليك ديال المسرح هو اللي كتوصل له هذاك هو اللي فيه الرسائل الثقافيه ولا كتقول ها هي الاغنيه الميغري اللي سبقه الزمن ها هي دابا وشدوها وحاولوا تحفظوها. اوكي الوغ 2018 في ماركز كومبريدج بانجلترا كيتصنف ناصر ميغري من بين 100 الاوائل لمحترفي الموسيقى في العالم تبارك الله عليك. وكذلك كتحصل على الميداليه الذهبيه بروكمير في بروكسل. هنا ساسكت قليلا يا نصر نخلي لك الكلمه. الجوائز تقالها خير وي 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 الحمد لله الحمد لله والشكر لله. انا قلت لك راه يعني راه خديت حقي الحمد لله الحمد لله والشكر لله. ما نقدرش نقول لك احساس ديالك بهذه الجوائز. فرحان بزاف فخر ليا وفخر انا ميد ان موروكو يعني اي حاجه دخلات راه ديال المغرب ديال البلاد. اي حاجه ربحتها ما ناسيوناليتي ديال الخدمه او ديالي انا راه هي المغربيه يعني وي. اي حاجه دخلات راه كتزاد لينا المغاربه كاملين مفخره لكل المغاربه مفخره لينا كاملين الحمد لله. معلوم لان ملي كتشوف مغربي كياخذ شي جائزه في اي دومين الا وكان فرحه كاملين. معلوم المغاربه حاضرين ناضرين تبارك الله ما شاء الله علينا. انا باغ اكزومبل قروج راه شفت له كاع لي كورس ديالو باش كنت صغير كنعقل كنت في ديك الايامات في دوك هذاك كنت كنتمشى غير باغ اكزومبل في السويقه ولا شي حاجه وكيكون شي تلفازه كيقول كامل القروج دابا كنوقفوا كاملين كلشي كيوقف وكيجلس واحد الفرحه باش كان كيدخل تحيه ليه تبارك الله عليه واحد من الابطال ديالنا كيحس حتى تحس براسك راك انت اللي ربحتي. اكزاكتومون انت ربحتي واللي حداك واللي حداك علاش لان هذاك راه مغربي على حنا مغاربه الحمد لله على هذا الروح وحتى مغربيه لنا كنفتخروا بها. تحيه للمنتخب حاليا نعم الانجازات ديالو تبارك الله عالميه ولات ما شاء الله ما شاء الله الله يكمل عليهم ان شاء الله الحمد لله. الوغ غادي ندوزوا لواحد المهمه اخرى نصر. انت خديتي الامانه ديال الاداره لمهرجان الدولي للفنون والثقافه صيف الودايه وهذا المهرجان اليوم اللي اختى واحد صبغه عالميه وغادي من حسن الى احسن. صيف الودايه يعني صيف الودايه راه كيتوجد في الشتاء وفي الربيع. حدثنا على المهرجان وفين وصلتوا شنو كتوجدوا؟ هو المهرجان الان دابا يمكن في الدوره 12 ديالو يلا خفت نكذب حيت ما حبسنا في كورونا كامل وي وي كورونا كل شيء حبس فهاد المهرجان كما قلتي هو اولا بدعم وزاره الثقافه وتحت الرعايه الساميه صاحب الجلاله الله ينصرو. مهرجان اللي كنشوفه غادي وكيكبر وي الصيت ديالو تبارك الله الصيت كبر الجمهور كبر لا تكنيسيتي لا سين كبرات ولا داكشي تبارك الله جديد وزوين ما شاء الله. مهرجان اللي الحمد لله انا ارتحيت من جهته يعني بعد الرحيل ديال الاب ديالي فكان انا والام ديالي الوالده وفاء بناني كنوجه لها تحيه كبيره فكان على عاتقنا هذا المهرجان وكان خصنا ضروري نكملوا. مي كان لو بيتو ارمي كاين واش ساس كان لو دايا مبنيه على صخره ثقيله ماشي اللعب ولو دايا راه دائما راها في القلب وفي العقل يعني الحمد لله ديما الروح ديالي راه مازال تما. وكنتمنى الاستمراريه لهذا العمل الضخم الفني اللي كي يعني كينوه بالمجهودات الفنيه ديال المبدعين الشباب بطبيعه الحال. نعم وبين قوسين فواحد المهرجان اللي فيه الجوائز وي يعني فيه الاعتراف بالفنان كيكونوا تكريمات. نعم تكريمات فكاين تكريم ديال الاغنيه المغربيه كتكون كاين ديال الاغنيه الامازيغيه جائزه الخلاله الذهبيه كاين الاغنيه التقليديه يعني اللي كنقولوا روحانيه بحال القناوه بحال هذا
وكاين الاغنيه العصريه الجديده اللي هي جائزه حسن مكري. وي تري بيان، الله يوفقكم. شكرا. الوغ في 2019 ضرب لك الدوره راديو كندورو عندك الدوخ. لا لا صح. 2019 كتقوم بواحد العمل فني جدا متميز وصورتيه بطبيعه الحال فيديو كليب، وكان بمناسبه الذكرى 150 للمهاتما غاندي. نعم. ودرتي العرض ديالو بالهند وحصلتي على الإشادة والتهاني، وحدتنا خويا على العمل الجميل. الفكرة ضاربين الدورك غادي الدور. فكان شرف لي أنه الحكومة الهندية اتصلت بي عن طريق السفارة لأن في الرباط. عيطوا لي لتما، غريبة هاد القصة ما كدبش عليك، عيطوا لي قال لك راه بغاتك الحكومة الهندية. أو لا بس هادشي ما هادي ما عمرتش حكومة معلوم تهمش هادشي كيفاش الحكومة الهندية بغاتني. مشيت لعندهم تما تلاقيت بمدام لامباسادريس والناس اللي حداها تما، درنا اجتماع شنو خصنا شنو خصنا خصنا اغنيه دير لينا على مهاتما غاندي، ها هما الكلمات بالهنديه، اغنيه عندها 12 قرن، اللغه صعيبه الهنديه القديمه ديال غوجورات، واحد البلاصه سميتها غوجورات، غادي ندعموا كنديروا كلشي اللي كاين مشكل. قلت له شنو المشكل؟ قال لي يمكن دابا سيمانه خصك دير لنا الاغنيه والكليب وكلشي. واو اون سيمين. خديت ثلاثه ديال الثواني ديال التفكير، قلت لهم جو برون. قالوا لي وما تفاجئوا، قال لك افون كيفاش تي فاف؟ تحدي كبير هذا. قلت لهم عندي واحد عندي شرط. قالوا لي شنو هو؟ قلت لهم دابا نبدا نخدم. قالوا لي صافي جبت التليفون وبديت كنخدم صافي معاهم. قلت لهم عندي شرط من دابا نبدا نخدم. لان باسكو اون سيمين راه ماشي. وبديت كنعيط للمخرج وعيط للستوديو وعيط للموزيسيان وعيط هذا بور كوردوني، وكل واحد راك عارف. 24/24 اكزاكتومون. وتبارك الله عليهم. ميسيو امبوسيبل. توم كروز هذا. وبالهنديه صعيبه. توم ميغري. والله استاسيو. ولكن هذا التحدي اللي خديته هو اللي عطاني ديك المشيه للهند. حيت كون قلت لهم لا انا خصني الوقت خصني ما عرفتش هذا ما عمري ما نشوف الهند بور لو مومون فهمتيني. مزيان لا برافو عليك. هذا عطيت لهم الفاندغ اللي كان عقل، عطيت لهم البرودوي شافوا فرحوا عجبهم دوزوا صيفطوا. بعدا قال لك تو ريبريزونت 124 دوله كاينين تما، انت تو ريبريزونت الماروك. هذيك قال لك هذه العمليه درناها مع 124 دوله في العالم. واو. خرجوا ان بودجي من نيو ديلي وخلصوا 124 سوبر 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 سوبر. وكان لي الشرف انه بيان سور غنيت على مهاتما غاندي. وداك التنويه والاشاده راه شيء جميل. دونك راه تنوي بالمغرب. نعم. والمينيستر ديالهم بريا كانت مينيستر زافيكس استرونجير كانت صيفطات لي سيرتيفيكا من نيو ديلي، وكان الرئيس مودينا هندرا حتى هو كان صيفط لي سيرتيفيكا وهضر عليا في تويتر ديالو، هضر عليا كم كو عجبتو لا فيرسون ديال المغرب ديال ناصر المغري. وكان لي شرف ان بي ديال 1 مليار ونص بحال هكا، ودرت سهره كبرى تما يعني بالمقام ديال الموازين يعني ديالنا دوك المهرجان الكبار ديالنا، اون غون سواري بلانير تما دوفون بحال ما دي ميليا ديال الهنود كيغنيو معايا. كانت تجربة زوينة جميلة جدا سبحان الله. وإضافة نعم إضافة. نعم. تبارك نعم. الله عليك نصر. تبارك الله نجاح جميل عندك الأعمال ديالك، ولكن كنلقاو كل نجاح إلا وعنده الأعداء ديالو. ألوغ نصر كيفاش كتغلبتي على الأعداء؟ لأن إلا ما تغلبتيش راه ما غاتزيدش القدام. دونك هنا كيبين بأن نصر تغلب على الأعداء ديالو. شنو هي الوصفة السحرية ديال نصر باش تغلب على الأعداء ديالو وكمل المسار ديالو؟ ما كنديها في حتى واحد. زوينه هادي قابلتي ناس راه ما دير والو. كنديها في راسي في الابداع ديالي. الابداع ديالي اللي قال شي حاجه كتدخل من هنا وكتخرج من هنا، اللي عجبتني كتدخل القلب. علاش هادين هاد الاعداء هادو هما اللي كيتصدروا، هما اللي بحال كيخرجوا واحد الحاجه خايبه عندهم كيخرجوها فوالا. ولا شي واحد كيحسدك حيت نتايا خصو يكون في بلاصتك وماشي وانت اللي فهمتيني ولا لا. وي 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 وي. والحمد لله. دونك ما كتديهاش. ما كنديهاش. وجعلنا لكل نبي عدوا من المؤمنين وكفى بالله صدق الله العظيم. فالانبياء وعندهم اعداء، الناس الكبار هو النجاح ضروري الرؤساء الناس الكبار عندهم اعداء، علاش انا ما يكونوش عندي؟ يعني شنو بلاكس. وهنا ضريبه النجاح
وهنا كنعرف انه راه بديت كننجح ملي كنت ضريبه النجاح. انت الا ما كنتيش ناجح ما يكون عندك حتى شي ما يهضر عليك، ما يديوش فيك يقولوا، ما يعرفوا كاع واش كاين. مي هذه تسمى بضريبه النجاح. هو ضريبه راه خصك تخلصها، ما عندك ما دير. خلصها خاي الضريبه. الحب 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 ولي زوين فريمون. ناصر والله الا دردشه معك زوينه بزاف. احسانه والله وجد سعيده انني صادفتك. كنت شحال هذه باغا نعيط لناصر، ولكن كنشوف كل مره مشغول هكا كنقول خلي، رغم انك راك مازال مشغول مي لبيتي الدعوه وجيتي. كنشكرك بزاف على قبول الدعوه. بغينا قبل ما نختمو كلمه للجمهور ديالك، الكاميرا قدامك. اولا انا فرحان بزاف اللي جيت لهذا البرنامج الجميل اللي كيستضيف فنانه جميلين، وتبارك الله لاله نعيمه كتجيب لنا مواضيع جميله وثقافيه كتفيدنا. وانا يا فرحان عندي عاوتاني الزهر اللي انا دائما كنشوفكم ومعكم. شكرا. الله يحفظك. حنا اللي عندنا الزهر بان معنا شاب مغربي يعني وكيشرف المغرب فين ما مشى بالابداعات الفنيه ديالو. تبارك الله عليك. جود لك ناصر. نمستي. تبارك الله عليك. مشاهدي لوديجي ميديا، كنشكركم مره اخرى على حسن المتابعه وعلى التفاعل القيم والجميل ديالكم. من خلالكم تحيه كبيره للمخرج البرنامج ايت بن الحسن محمد ولكل الطاقم التقني والفني ندى وهبه وفاء محمد ياسر مولين نعيمه ام نادين. كتقول لكم تبارك الله عليكم.